مرحبا أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير. سنأخذكم في جولة بين أحضان الطبيعة لتكتشفوا وتستمتعوا معنا في زو. اليوم سنتعرف على، هل عرفتموني؟ أنا الأسد. أنا حيوان ثديي أنتمي إلى الحيوانات آكلات اللحوم، وأنا ثاني أكبر أفراد عائلة القطط حجماً بعد النمر. أعد من أقدم الكائنات على وجه الأرض، إذ يعود تواجدي عليها إلى العصر الحجري. أزن حوالي 175 كيلوغراماً في المتوسط، ويبلغ قياسي من 136 إلى 198 سنتيمتراً حسب المنطقة الجغرافية التي أنتمي إليها. لدي معطف رملي أو داكن اللون، ولأشبالي الصغيرة بقع داكنة تبدأ بالاختفاء بعد عامها الأول. أكبر حجماً مما يؤمن لي عاملاً باعثاً على الخوف في نفس من يواجهني، وهذا يساعدني خلال قتالي أو مواجهتي لأسود أخرى أو عند نزاعي مع الضباع المرقطة في قارة إفريقيا. التواصل. نتواصل نحن الأسود مع بعضنا البعض أثناء فترة الراحة عن طريق عدد من السلوكيات،
حيث تعد حركاتنا التعبيرية متطورة جداً. ويعد احتكاك الرأس واللعق الجماعي أبرز التحيات السلمية الملموسة بيننا، وتشمل قائمة أصواتنا الزمجرة، الخرخرة، الفحيح، السعال، المواء، النفخة والزئير. ونزأر في الليل غالباً، حيث ينتقل الصوت على مسافة 8 كيلومترات، أي 5 أميال، ويستخدم للإعلان عن وجودنا في الموقع الذي نقبع فيه. تسميتي: يطلق على الأنثى اسم اللبؤة، والصغير هو الشبل، أما الذكر فله مسميات كثيرة في اللغة العربية تتعدى 100 وتصل إلى 500 اسم منها: الهمام، الهزبر، الهجرس، حيدر، ضرغم وغيرها من التسميات العربية التي كان العرب وما زالوا يطلقونها على الرجل قوي البنية في تشبيه له بالأسد. في اللغات الأخرى على سبيل المثال، يطلق علي اسم لاين في اللغة الإنجليزية، وفي الفرنسية ليون، تكتبان بالطريقة نفسها لكنهما تختلفان في النطق، وأسمى في اللغة الأمازيغية إيزم. أصدقائي، ظهرت شخصية الأسد في عديد أفلام ومسلسلات الكرتون، ولعل أشهرها مسلسل سيمبا ملك الغابة، الليث الأبيض، مسلسل الأسد والنعجة، بالإضافة إلى المسلسل الفكاهي عائلة الأسد. أصدقائي، إلى هنا نكون قد أنهينا جولتنا في عالم زو. نتمنى أنكم قد استفدتم واستمتعتم معنا. نلقاكم في حلقة جديدة وحيوان جديد. إلى اللقاء.